اليوم الوطني للسجين هو موعد سنوي يتم تنظيمه كل سنة، وهو احتفاء بنهاية السنة التأهيلية، هو أيضا مناسبة لتتويج المجهودات المبذولة من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وعدالة الإدماج على مستوى الأنشطة التربوية والتعليمية والثقافية وغيرها من الأنشطة، وكذلك تتويج للسجناء الذين ينخرطون في هذه البرامج والذين يتوقون إلى رسم مسار حياة جديد، وكذلك لجعل مدة العقوبة فرصة لهم لإعادة ومراجعة الذات، وكذلك القطع ويعني فك الارتباط مع السلوكيات والممارسات التي تؤدي إلى مخالفة القانون. هذه المناسبة أيضا مناسبة اليوم الوطني للسجين هي فرصة لتعبئة الرأي العام والمجتمع بصفة عامة للانخراط كذلك في المجهودات المبذولة من أجل احتضان هاد المعتقلين، وكذلك من أجل يعني الأخذ بعين الاعتبار بكون السجناء هم جزء من المجتمع، وأنهم سوف في يوم ما سوف يعانقون الحرية، وبذلك يجب أن تكون لديهم كل آليات للاندماج في هذا المجتمع بدون مشاكل. هو أيضا مناسبة لتعبئة الجميع لتغيير الصورة النمطية بالنسبة للسجن والسجناء، فإذا كانت العقوبة السالبة الحرية تتغير يعني الحفاظ على أمن والسلامة، فهي أيضا يجب أن تكون فرصة لهؤلاء الأفراد والأشخاص المخالفين للقانون من أجل فتح مجال جديد ومسار جديد في حياتهم، وذلك بتسليحهم بجميع الآليات سواء التربوية أو المهنية أو الحرفية أو الرياضية ليعودوا إلى المجتمع بمقومات المواطن الصالح والذي يعني يساعد ويساهم في تنمية البلاد. اليوم عرف تتويج عدة أنشطة التي تم مزاولتها خلال هذه السنة في ظل جائحة الكورونا، وهذا اليوم كذلك ينظم في احترام تام للإجراءات الوقائية المرتبطة بالجائحة، فهو يعني نظم بصفة مصغرة ورمزية. تم فيها تتويج النزلاء الذين شاركوا في مسابقة ماستر شيف وكذلك مسابقة تميز. تميز هو الاحتفاء بالسجناء الذين يتابعون دراستهم من مختلف المستويات بدءا بمحو الأمية حتى الماستر، ومرورا بالشواهد الابتدائية والإعدادية والبكالوريا والإجازة. كذلك هناك برنامج أحسن منتوج حرفي، وهذا موجه للحرفيين، بحيث هذه المسابقة كان تم نشر هذه المنتوجات في مواقع التواصل وموقع المندوبية العامة لإدارة السجون، وكانت هناك تصويتات على المنتوجات، وتم تتويج أحسن منتوج في خلال هذه السنة. كانت هذه مناسبة أيضا من أجل الإعلان عن منتوج جديد، وهو أغنية أمل التي أعدتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للتعريف بمختلف الأنشطة والمجهودات التي تبذلها في مجال تأهيل السجناء لإعادة الإدماج، وكانت مناسبة أيضا للتعريف بمختلف المنشورات، منشورات المندوبية العامة، منها دفاتر السجين، مجلة دفاتر السجين، وفي عددها الرابع هذه السنة، والذي عرف مساهمة المعتقلين لإعطاء تصورهم لمغرب الغد في إطار المبادرة التشاركية للجنة الوطنية، الجنة الخاصة للنموذج التنموي الجديد. وكذلك بعد إصدار آخر هو مجموعة من الصور والمساهمات الفنية لمجموعة من المعتقلين الأحداث خلال
الملتقى الصيفي للأحداث هذه السنه.